طيب انفرتر حسب تعريف الانفرتر ايش بتعمل؟ تحول من دي سي ل اي سي. ممكن طبعا استخدم موسفيت، ممكن استخدم اي جي بي تي. رح اعمل هلا انا سنجل فيز، في 3 فيز كمان. هلا هون تطلع شو رح نعمل. طب صار عندي 4 باي دايركشنال سويتشز. بعدين جبنا هون اللود. واللود طبعا انا رسمته اندكتر وريزستر، هو ممكن فعليا يكون دي سي موتور، ممكن يكون سالونويد، ممكن يكون اي شيء عندي اللود الحقيقي اللي موجود. هلا انا هدفي هلا راح احط الكونفنشن، الكونفنشن راح احط بلس ماينس في لود از ا فانكشن اوف تايم. وين احط الكرنت؟ كيف اتجاه الكرنت الكونفنشن؟ اعتباره لود. اذا وين احط الاتجاه؟ داخل من البوزيتيف وطالع من النيجاتيف. فاذا داخل من البوزيتيف طالع من النيجاتيف، شو عم بيصير بالانرجي تبعته؟ عم بتقل وعم باخذ هاللود، مش هيك بحولها؟ اوكي، هاي عندي في اس. في بعض احيان ما بهمناش احنا كثير هون، انتم بالنسبه لكم بتحطوا رح تحطوا في اس واحد، مرات بحطوا بيعمل بس ما بهمناش كثير. هاي عندي في اس، بس خليني اخليها على فكره في اس سمبل في اس. فهذا عندي الفي سورس، وهدفي اطلع في اوتبوت هون. رح نسمي هذول كيو 1 كيو 2 كيو 3 كيو 4 دي 3 دي 4 دي 2 دي 1. وهدفي الان ارسم اشغل هذول. هلا عادة هذا موجود متوفر ك اتش بريدج، فيها قطعة واحدة فيها 4 ترانزستورات او 4 موسفيتس، واحنا بنقدر نعمل درايفنج لهذول. هلا بالحالة العادية العامة شو راح اشغل مع بعض؟ هل بصير اشغل كيو 1 وكيو 2 مع بعض؟ ايش راح يصير شغلت كيو 1 وكيو 2؟ راح يصير شورت سيركت على البطارية، راح اخربها، اوكي؟ وإذا شغلت كيو 1 وكيو 3 مع بعض شو بصير؟ قديش الفولتج اللي على اللود؟ زيرو، ما استفدت. ايش راح اشغل؟ كيو 1 وكيو 4 في البداية، ايش بيطلع الفولتج؟ في ال تي شو بيساوي وقتيها؟ في اس، لأن إذا شغلت كيو 1 بيجي الفولتج من هون عند النقطة هاي، والفولتج من هون بيجي عند النقطة هاي، فبيجي في اس على اللود. فاللود بيكون بالحالة هاي. وين قلم الأحمر؟ بطفي كيو 1 وكيو 4، مين بشغل؟ كيو 2. ليش بشغل كيو 2 وكيو 3؟ ليش ما اشغل بس كيو 1 وكيو 4 واطفيهم؟ ليش لازم اشغل كيو 2 وكيو 3؟ عشان يصير اي سي. مش انا بقول انه دي سي تو اي سي كونفرتر، اي سي كونفرتر لازم يكون في جزء فوق وجزء تحت. ايش تعريف السيجنال للاي سي؟ لو بدي اعرف سيجنال للاي سي ايش هي السيجنال؟ البيور اي سي. ايش احسن تعريف لها؟ الافرج تبعها زيرو. حتى سيجنال يكون الافرج تبعها زيرو لازم المنطقه اللي فوق الخط ايش تكون مساويه في كل بيريد لمنطقه تحت الخط. إذا الآن رح أشغل كيو 2 وكيو 3. عندي هون كيو 1 كيو 4 on كيو 2 وكيو 3. طبعا مباشرة إذا قلت إنه كيو 1 on مين اللي بيكون off؟ لازم يكون off. إذا كيو 1 on غصبت عني لازم أتأكد إنه كيو 2 off، وإلا رح يصير عندي شورت سيركت. وإذا قلت إنه كيو 4 on غصبت عني لازم أتأكد إنه كيو 3 off. بطفيهم وبشغل هدول. طبعا لازم انتبه في فتره زمنيه معينه لازم احط فيه زي ديد تايم، بس اطفي هدول الاثنين بصيرش اشغل هدول مباشره. ليش؟ لانه في بده ريكفري تايم، بده زمن معين حتى يطفي تماما هذا الترانزستور. اذا افترضت انه هو طفى وهو مش طافي ورحت شغلت كيو 2 كيو 3 رح يصير عندي شورت سيركت، ففي فتره زمنيه معينه بالمايكرو سكند لازم تمر قبل ما اشغل. لو بدي اكون دقيق لازم ارسم الديد تايم هذه منهم، بطفي 1 و4 وبستنى شوي بعدين بشغل 2 و3. شو رح يصير بالكرنت؟ بعد فترة معينة بعد ما اوصل ستيدي ستيت، انا ما راح افرجيكم الترانزيت، بس اوصل ستيدي ستيت راح يصير عندي شيء زي هيك. وايش لازم يكون هذا الخط الازرق؟ لازم يكون بيور اي سي. وحتى يكون هذا الخط الازرق بيور اي سي ايش لازم يكون عندي؟
الاريا فوق الخط الزيرو مساوية للاريا تحت الخط الزيرو، فهاي الاريا المفروض تكون مساوية لهاي الاريا. اوكي، حتى هذا طبعا لما بوصل ستيدي ستيت كونديشنز. في البداية من وين راح يبدا الكرنت؟ قديش الانيشال فاليو تبع الكرنت اول ما بشغل؟ فراح يبدا من هون. بس بعد فترة ايش راح يصير؟ راح يصير الافرج تبعه فوق الخط مساوي للافرج تبعه تحت الخط، وراح يكمل بهاي الطريقة. هل هاي السيجنال الزرقاء ساينوسويدال؟ لا. واضح انها مش ساينوسويدال. هل في طرق احسن بحيث انه اخليها ساينوسويدال؟ في طريقه بي دبليو ام، بصير اشغل كيو 1 وكيو 4 اون اوف اون اوف، بحيث انه هاي تتحول لساينوسويدال وهاي تتحول لساينوسويدال. اذا بدكم تعرفوا اكثر عن هاي ما فيش هلا وقت انه نشرحها، بدكم ترجعوا تشوفوا الفيديوهات هناك، بس هذا المبدا الاساسي. هلا اسهل شيء تعملوه تشتروا هذول الاربعه كاتش بريدج، تشتريهم كاتش بريدج، واظن حتى الدايود راح تكون موجوده فيهم. لازم هون استخدم الدايودز. ليش؟ ليش لازم هون استخدم الدايودز؟ اذا هذا اندكتيف لود طلعوا في فترة معينة كريتيكال، طلعوا على الفترة هاي، الفترة من هون لهون. بالفترة من هون لهون الفولتج ايش جاي على اللود بسبب شغل Q2 Q3؟ قديش قيمة الفولتج على اللود خلال الفترة هاي الخط الأسود؟ ماينس. فهون عندي الفولتج نيجاتيف، فعندي بلس وماينس في اس، تمام؟ بس الكرنت ايش باللحظة هاي؟ الكرنت بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ إذا بأي اتجاه ماشي الكرنت؟ إذا الكرنت ماشي بهذا الاتجاه Q2 Q3 on Q4 off، إذا الكرنت ماشي هون هل بيقدر يمشي في Q4؟ وهون Q1 off، إذا الكرنت ماشي هيك بيقدرش يمشي في Q1. وين إذا المسار اللي تبعه؟ ما بيقدر يمر في الترانزستور هون. ليش ما بيقدر يمر في الترانزستور بهذا الشكل Q3؟ رغم إنه Q3 on بس ما بقدر أمر بالترانزستور بهذا الاتجاه. ليش؟ الترانزستور ما بوصل بهذا الاتجاه، ما بوصل الا بهذا الاتجاه، ما بوصل بهذا الاتجاه. وين المسار اللي صار عندي افيلبل؟ دايود. لانه في اللحظه هاي ايش عماله بعمل اللود؟ كيف بيشتغل اللود؟ الاندكتر هون كسور. لما باجي على المنطقه هاي ايش راح يصير عندي؟ ايش الكرنت صار؟ نيجاتيف. والفولتج نيجاتيف. مين اللي شغال؟ Q2 و Q3. الكرنت نيجاتيف يعني ماشي هيك، اذا وين مسار الكرنت صار؟ Q3 هيك Q2. اوكي ماشي واضح. اذا هون ضروري جدا يكون الدايودز عندي من هون. بالفتره هاي بيشتغلوا الدايودز، بالفتره هاي او الفتره هاي الكرنت بمر في الدايودز، بالفتره هاي الكرنت بمر في الترانزستور، بالفتره هاي بمر بالدايودز. بس هون تو دايودز مختلفين، مين هم هذول؟ دي 4 ودي 1. وهون الكرنت بمر في كيو 1 وكيو 4. اذا هون كيو 1 وكيو 4، هون دي 1 ودي 4، هون كيو 2 وكيو 3، هون دي 2 ودي 3. هلا ايش اللود اللي بدنا نحطه على الاوتبوت؟ ممكن تحط ترانسفورمر اذا بدك، ممكن هذه الدائره هون تكون ترانسفورمر، ممكن تحط اي ديفايس هون تشوف اشتغلت وتطلع على الاوتبوت فولتج اللي موجود هون. اذا عملنا سويتشنج زي هيك ايش راح يكون شكل الكرنت؟ اقرب هذا اقرب للتراينجلر ويف فورم، هذه طبعا مشكله.